أكو مقولة لأحد المعماريين يقول لك مهما يوصل الإنسان بعمله بجهده بالتصميم مالته ما يقدر يوصل إلى الشيء اللي هو بباله، لأن كل ما يوصل إلى ينفتح له آفاق جديدة ويتطور، فيبقى هذا الطموح موجود. التقيت في وزارة الشباب، رادوا مساعدتهم في مشروع مدينة رياضية بالبصرة، فقدمنا حالنا على دعوة، سوينا دعوة وأخذنا فزنا بالمسابقة حالنا حال البقية، يعني مسابقة مفتوحة. وكان الحمد لله والشكر احنا فخورين انه قمنا في أحسن أكبر مشروع بالعراق بمستوى العالمي.